لنا بقى لما حضرتك بتيجي يعني الزوجة وحضرتك بتعمليها التحاليل الكافية وبتختاري الجنين، بنسبة كام في المية ينفع الموضوع يخلف معانا؟ يعني هل يعني ينفع اللي هو لو ما جاش ولد هيجي بنت، ولا لو ما جاش يبقى مش هيجي؟ هي الميزة في حاجة يا ميري في الموضوع ده، ان الحقن المجهري العادي في اسباب كتير قوي ما بقاش عارفة هو بيفشل ليه، اوكي لكن دول اللي يعني مثلا بتبقى مشكلة في الجينات عندهم، عند الام، عند الزوجة. يعني مثلا احنا بنقول لما بيتكرر فشل الحقن المجهري ممكن في الاخر خالص ألجأ ان انا اعمل تحليل كروموزومات للزوجين، يعني جينات للرجل وراثية للراجل والست في الحيوان المنوي بالظبط، يكون فيها يكون في مشاكل مشكلة عندهم فيحصل الإجهاض. بالظبط. دي من ضمن الاسباب برضو اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في تكرار فشل الحقن المجهري. اوكي لكن بالنسبة للزوجين دول انا ببقى يعني مش ضامنه، او ببقى يعني يعني متاكده ان نسبه النجاح هتبقى عاليه شويه دي عن حاجة الحقن على المجهري يقين العادي. أنا شايفاها بالظبط. بعيني. ليه؟ لان الزوجين دول اساسا طبيعيين، الزوج ده سليم وبينجب بشكل طبيعي جدا، والزوجه كمان سليمه ما عندهاش مشاكل، حلو جدا. فالانجاب عندهم طبيعي. فانا لما اعمل لهم حقن مجهري بتبقى نسبه النجاح معاهم عاليه شويه عن الزوجين اللي عندهم عقم اساسا، لان مش عارفه اوكي ايه المشكله اللي عندهم، الا بقى لما بقعد ادور بقى واشوف ايه الابحاث اللي اعملها لهم وكده. فهي نسبته مع الزوجين السالمين يعني بتبقى جايه مستعمله وسيله عشان منع الحمل، ومخلفه قبل كده 4 مرات او حاجه، فبتبقى هي زوجه طبيعيه وهو كمان طبيعي، فعشان كده طبيعي. نسبه النجاح معاهم بتبقى عاليه قوي. زائد الحاجات التانيه بقى اللي بتوقف يعني عليها حضرتك نجاح. اخترتي مثلا الجنين يكون ولد قدامك، بتفصلي البنات عن طبعا. الولاد وبتختاري الحيوان المنوي اللي هو الولد. مش الحيوان المنوي بقى، احنا هي بنعالج السائل المنوي بطريقه معينه، اوكي بحيث ان احنا في يعني كاركتر كده للحيوان المنوي اللي هو الذكر، بنتوقع انه ذكر وانه انثى. يعني احنا بنحط السائل المنوي في جهاز معين بحيث ان هو يحاول يخلي، عرفنا ان كثافه الحيوان المنوي اللي هو الواي بتبقى اسرع شويه من كثافه او اخف شويه من الحيوان المنوي اللي هو بمعنى الاكس، صح، بيفصل السائل المنوي اللي فيه بيحاول يفصل، الولاد اكتر. فبالتالي باخد من الجزء اللي انا متوقعه ان فيه ذكور اكتر، بس ما ببقاش عارفه بفرده عندي على السلايد تحت الميكروسكوب، ما ببقاش عارفه طبعا انه جنين طب اكس وانه بكل جنين صراحة واي كده، يعني خالص. انا ينفع اجي اعمل تحديد جنس المولود ولد ويطلع بنت لا ولا؟ لا، انا باخد من الجزء اللي انا متوقعه فيه ان في عدد اكبر من، او في هو ده اللي فيه اكتر حيوانات اكس حيوانات واي اللي هو الذكر، باخد بشكل عشوائي جدا بس اوكي متوقعه بعد ما عالجت السائل المنوي بشكل بطريقه معينه كده او في يعني جهاز دول معين ان ولاد. ده معظمه واي، طب حلو قوي. فباخد بشكل عشوائي جدا برضو، ما ببقاش عارفه تحت الميكروسكوب انه ولد وانه بنت خالص خالص، لان كل الحيوانات شبه بعضها. ما اقدرش، الحاجه الوحيده اللي تقدر تفصل لي الولد عن البنت ان انا اسبغ الكروموزوم دوت واحلله، قصدي الحيوان المنوي ده واحلله، وطبعا خلاص كده يبقى بنت ما يصلحش للعمليه. ايوه طبعا. فباخد الحيوانات ديت وبخصب كل البويضات اللي الزوجه جابتها لي، بعد ما خصبتها وتحول للجنين خلاص الجنين بقى ساعتها اعرف انه جنين ذكر وانه جنين انثى. يعني بعد خلاص ما كونت الاجنه، تاني يوم او تالت يوم على حسب انقسام الجنين باخد خليه بشعاع الليزر، طبعا الخليه دي حامله كل الصفات الوراثيه بتاعت الجنين ده، لان ده خلاص اصبح جنين. فبيبين بقى ان ده ذكر، بالظبط وان بالظبط. هو ما فيهوش مثلا اي عوامل وراثيه بالظبط ممكن تؤدي الى اجهاض او غلط، ان بالظبط. هو يعني هيكون ان ده كمان ولد، صالح، حد يعني كويس لازم اختار ذكر وخالي كمان من الامراض من اي الوراثيه، مشاكل لان او ممكن امراض يكون وراثيه. ذكر بس مثلا كلاين فلتر ده ما زرعوش، ذكر بس في مشكله خلاص ما زرعوش، يبقى لازم يكون جنين ذكر ولازم ما عندوش مشاكل في ولازم حاجة الكروموسومات تاني، بتاعته. ان هم بيبقوا توأم، انت معروفة بالتوائم. انا يعني بتحصل لازم برضو. نتكلم في النقطة دي، بتحصل. مهمة جدا. خلينا نخرج لتقرير نشوف الفرحة من داخل مستشفى الولايات العربية المتحدة ونرجع لكم مرة تانية.